معانا. طب معلش، معانا مداخلة وناخد معانا اتفضل كحول. اتفضل. معانا أستاذة ولاء، يعني من المتضررات في هذا الكومباوند. مساء الخير أستاذة ولاء، مساء النور، منورانا في نقطة من أول صف. ربنا يخليكي، ده نوركم. ربنا يخليكي أستاذة ولاء. قولي لنا بقى، حصل لك ضرر إزاي؟ أنا شفت الإعلانات في أستأذني بس 2016. نعلي الصوت. طيب أوكي، أنا شفت الإعلانات في 2016، فالمهم اتعاقدت في شهر نوفمبر 11 2016. نعم، اتعاقدت في 2016. ودفعت فلوسي كاش. نعم تمام، على اساس ان هيتم الكومباوند كله هينتهي في 2017. يا حضرتك مش تقسيط، حضرتك كاش. لا انا دفعت كاش. تمام، واستلمت الوحده بتاعتي ومحضر الاستلام. تمام. ودفعت اللي هي المرافق، اللي هي العداد الكهرباء والميه وفلوس الاسانسير، دفعت كل حاجه. جميل. وحطيت باب على الشقه بتاعتي وعليه اسمي. جميل. المهم دلوقتي المشكله ان ما فيش مرافق، انا عايزه اسكن. يا حضرتك دفع ثمن وحده المفروض سواء عايزه تعيشي فيها او تستثمري فيها من 2016، دفع ثمنها كاش، وحتى يومنا هذا في 2024 يعني لا تستفيدي منها. بالظبط، ولا فيها مرافق دخلت. نعم. ولا ميه ولا كهرباء. وبعدين افاجئ ان بيتم عرض الوحدات، في حاجات بتتعرض بنظام التمويل العقاري ومش محددين الاجزاء، يعني مش مثلا الدور كذا دور كذا. نعم. هو المفروض المشروع ده شراكه ما بين شركتين، الشركه بتاعتي اللي هي مصر الحياه واخده الادوار الزوجيه الثاني والرابع. نعم. الشركه الثانيه اللي هي ملكه الارض واخده الادوار الفرديه. طبعا بقى انا مش قادره اقول لك، في بعض الناس حاولوا يروحوا الكومباوند اتمنعوا. يا جماعه بس انا عايز اقول، حق الرد مكفول لاصحاب طبعاً الشركات طبعاً. اللي تم ذكرها، اللي عايز يرد ويعترض او يقول الموقف ايه، اهلا وسهلا. انا قلت اسم الشركه اللي انا مشتريه منها. نعم. الشركه اللي انا اشتريت منها هي سلمتني خلاص ومعايا محضر استلام والشقه موثقه، بس انا محلك سر، الوضع كان استلمتي ايه؟ ما كانك يا ابو زيد مغازيك يعني. بالظبط. استلمتي مفيش كهرباء، مفيش ميه، مفيش طاقه. نعم. صحي، ما فيش فين الاسانسير. وبعدين انا كان المفروض ادوار فوقيه. نعم. انا بقيت نفسي الدور الرابع الدور الاخير. فجأه. فجأه. فجأه لقيتني انا في الاخير. كان البلان 8 ادوار. المفروض حضرتك واخده دور مميز، اني مش واخده اخر دور اللي هو سعره اقل شويه. مش واخده اخر دور. هم بيدوا اللي هم عايزينه يعني، الناس دي واصله. انا محدده ووحدتي موجوده ورحتها كذا مره. تمام. بس المشكله ان بس انا حضرتك بتروحي يا استاذه ولاء بتزوري المكان اللي اشتريتيه؟ لا بقالي فتره كبيره ما روحتش، لان سمعت من الزملاء. لا ده انا بهزر، انا بتريق على المصيبه. يعني يعني الست دفعت تحويشه عمرها ومكانها ومن 2016 ل 24، ويا فرحتي عندي استثمارات لا استخدمها يعني بسبب مقاول وصاحب ارض وناس ما بتشوفش حقوق الناس دي. الناس دي حقوقها فين وتستردها ازاي؟ بشكرك استاذه ولاء وارجع للمحامي. انا الاول افهم كلمه كحول دي. كلمه كحول دي اللي عامله مشكله. كلمه كحول اتفضل. اللي بيحصل ايه؟ ان انا النهارده لما اكون مخالف للقانون. نعم. تمام، في مباني، في غيره، في تعليه، في اي حاجه. نعم. لما ابص الاقي ان بدا الناس تتحرك ضدي، فعشان احمي نفسي اعمل ايه؟ اعمل عقود باسم حد تاني، ان الحد التاني ده هو مالك المشروع. ليه يا حضرتك تقصد الشركه المالكه للمشروع لما تلاقي فيه مشاكل وناس تبتدي تشتكيها تبيع الشركه لدخل حد تاني؟ او تشارك حد تاني يبقى هو المسؤول عن التسليم والكلام ده.